باقي محافظ على كورته قومي، لكن بيع منه يلعب، يقول الحكم ما فيه ولا شيء، ما فيش تسلل ولا الفرصة ولا هدف الأول من تلعيبه. هذه السذاجة من دفاع منتخب ناميبيا اللي ترك اللعب، كان ينتظر في عمق من جراح الفريق. شوف هنا في خطا، اللاعبين توقفوا على اساس ان اللاعب في وضعيه تسلل، لكن الانطلاقه كانت من المتالق طبعا ادريسا سيلا، باعتبار ان بانجورا تعرض الى عرقله في هذه اللقطه. اللاعبين توقفوا، لكن هذه السذاجه بصراحه، هذا النقص في التجربه، النقص في الخبره. منتخب غينيا امام منتخب ناميبيا، ولو ان غينيا لم يظهر ذلك المستوى العالي الذي أظهره أمام المنتخب الجزائري في المباراة الودية، يجد الآن اليوم بعض الصعوبة. تلقى والهدف يأتي، الهدف الثاني من اللاعب المتألق نبي كايتا. شوف الاندفاع الكبير هرنانديز يطلب تغيير اخر. شوف الخطا الكبير في الدفاع، طبعا التعب ظهر على اللاعبين، الامكانيات البدنيه عند اللاعبين الغينيين واضحه، باعتبار ان مستوى اللاعبين في البطولات الاوروبيه اجود. نبي كايتا يلعب.